أهلا بكم. يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا اليوم بهدف معالجة النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية Electronic Chips التي أجبرت كبرى شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات على خفض إنتاجها. فما القصة؟ الرئيس بايدن سيطلق مراجعة فورية لمدة 100 يوم لسلاسل التوريد للبضائع التي تستخدمها الولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والنقل والطاقة والصحة العامة وإنتاج الغذاء وحتى في الصناعات الدفاعية. السبب في هذه المراجعة هو ما حدث أثناء تفشي جائحة كورونا وما تسببت به من إرباك بالعرض والطلب واضطرابات لحركة البضائع والتأثير على حركة التجارة العالمية. تعطل سلاسل التوريد وهي الخاصة بصانعي الإلكترونيات، ويعني هنا القطع التي تحتاجها هذه الصناعات لاستكمال إنتاجاتها. هذا التعطل في سلاسل التوريد خلق أزمة كبيرة لمنتجي السيارات والذين يعتبرون الرقائق أو الشيبس هي أمرا لا غنى عنه في صناعتهم لحاجتهم إلى تضمين أجهزة حاسوبية بالمركبات والسيارات الجديدة. بدأت الأزمة تتكشف عندما أعلنت بعض شركات السيارات تعطيل الإنتاج إيقافه نوعا ما بسبب نقص المواد الأولية هذه، فيما خفضت شركات أخرى إنتاجها. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي من السيارات سيتراجع بنحو 60 مليار دولار. أما بالنسبة للصناعات الأخرى المعتمدة على الرقائق كالصناعات الإلكترونية، من المرجح أن يستمر النقص خلال النصف الأول من العام على الأقل، وربما لفترة أطول. ويشير ذلك إلى أن وحدات التحكم في ألعاب الفيديو مثلا من سوني ومايكروسوفت قد تظل غير متوفرة في العام الجاري. هذه الأزمة دفعت مسؤولين في الإدارة الأمريكية لعقد اجتماعات ومناقشات مع نظرائهم في تايوان التي تمثل نصف صادرات الرقائق الإلكترونية عالميا، ومسؤولين تنفيذيين للشركات للضغط على صناع الرقائق لزيادة تصديرها. وتسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بقيام بعض صانعي الرقائق بتحويل التصنيع من الصين إلى تايوان، وبالتالي إحداث خلل في سلاسل التوريد الخاصة بهم بانتقال الإنتاج من مصنع إلى آخر. بموازاة ذلك عمدت شركة هواوي الصينية في ضوء الحرب التجارية المتفاقمة بين الصين والولايات المتحدة إلى تخزين هذه الرقائق العام الماضي، مما زاد الضغط على كمية المتوفرة في السوق. تحت عنوان بايدن يأمر بمراجعة سلاسل التوريد لأربع صناعات، قال موقع بوليتيكو إن الرئيس جو بايدن يسعى لتحديد إذا ما كانت الشركات الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الموردين الأجانب لا سيما الصينيين. وتقول بوليتيكو إن هذا هو سبب توقيع بايدن أمرا تنفيذيا لمراجعة سلاسل التوريد خلال 100 يوم لأربع صناعات رئيسية، وهي المعدات الطبية والأغذية والبطاريات والمعادن. الموقع أضاف أن القرار يشمل أيضا إجراء مراجعة لمدة عام لستة قطاعات من بينها الدفاع والنقل والطاقة والصحة العامة والأغذية. وفي حال تحديد مخاطر في سلاسل التوريد، ستوجه إدارة بايدن الشركات للاعتماد على موردين محليين أو في دول حليفة وفق تصريحات مسؤولين. أما عند تحديد مخاطر كبيرة قد يستخدم البيت الأبيض قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار شركات على إنتاج سلع معينة، أو قد يلجأ لتحفيز الموردين على الانتقال للبلاد. الموقع يشير إلى أن توجيه واشنطن الصارم لشركات على الانتقال إلى الولايات المتحدة قد يثير غضب حلفائها مثل كندا والاتحاد الأوروبي. ولفتت بوليتيكو إلى أن القرار يأتي وسط نقص عالمي في رقائق أشباه الموصلات المستخدمة في إنتاج سلع كالسيارات والمعدات الكهربائية. إذن لنفهم أكثر حجم هذه المشكلة وهذا القلة في العرض من قبل الرقائق الإلكترونية، الرقائق الإلكترونية أو الشيبس تدخل في صناعات عديدة من بينها صناعة سيارات التي تتوقع شركة جنرال موتورز الأمريكية خسارة تفوق مليار دولار من أرباحها بسبب تعطل الإنتاج بسبب الرقائق الإلكترونية. على عكس بعض المنتجات الأخرى يمكن أن يستغرق إنتاج الرقائق الإلكترونية وقتاً طويلاً، وقال اتحاد صناعة أشباه الموصلات مؤخراً إن الأمر يستغرق عادة 26 أسبوعاً منذ طلب شركة السيارات شريحة
إلى وقت تسليمها. تحتوي السيارات والشاحنات الحديثة على عشرات الرقائق، وهو رقم يزداد بفضل التوجه نحو السيارات المدعومة تكنولوجياً. وبحلول عام 2022 تقدر شركة ديلويت للخدمات أن كل سيارة ستحتوي على رقائق بقيمة $600 تقريباً. تشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي من السيارات سيتراجع بنسبة 3% في الربع الأول من هذا العام بسبب نقص إنتاج الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعتها. شركة جنرال موتورز الأمريكية حذرت من أن الأزمة الحاصلة في سلاسل توريد الرقائق قد تخفض أرباحها لهذا العام بمقدار يتراوح بين 1.5 مليار ومليارين دولار، بعدما اضطرت إلى إغلاق مصانع في كانساس وكندا والمكسيك. لنفهم أكثر هذا الموضوع، هذا من واشنطن، أرحب عبر خدمة زوم بالبروفيسور محمد ربيع الأكاديمي والخبير في الاقتصاد الدولي، أيضا من بيروت عبر سكايب السيد محمود ريا الباحث المختص في الشأن الصيني ومدير صحيفة الصين بعيون عربية. أهلا بكما معنا. أبدأ من واشنطن. بروفيسور ربيع، هل نحن أمام محاولة أمريكية لإنتاج أو لضمان بأن ما تحتاجه هو موجود لدى أراضيها ومصنع ومنتج في أراضيها، أم نحن بالفعل أمام خطوة متقدمة من إدارة بايدن يعني معالجة قصور تم الكشف عنه في كورونا، أم الموضوع موجه تحديدا ضد الصين في الحرب التجارية؟ يعني أنا أعتقد أن هذه محاولة إلى حد ما متأخرة بالنسبة لأمريكا، لأنه معظم هذه الأجزاء اللي بتدخل في الصناعات الإلكترونية والمواصلات والاتصالات والأدوية بشكل أساسي أيضا صار نقلها منذ، يعني بدأت العملية مع العولمة منذ أوائل التسعينات أو حتى منذ الثمانينات ممكن نقول، وإنه أصبح الآن ما كانوش بالأول يفكروا أنه الصين رح تكون يعني دولة منافسة لأمريكا، لكن الآن لأنه دولة منافسة لأمريكا واعتماد على الصين اعتماد كبير، فهم يفكروا الآن بالتنويع الصناعة الداخلية وأيضاً بدول الحلفاء حتى يقللوا درجة الاعتماد على الصين. لكن زي ما قال التقرير، هذه عملية بدها وقت، عملية التقييم حتى بدها وقت، هو أعطى نفسه 100 يوم، أنا بعتقدش 100 يوم راح تكون كافية، لما عملية التقييم لما يحدث الآن وشو هو النقص وشو يأتي في الأولوية، يعني هل الأمن يأتي في الأولوية أو الصحة تأتي في الأولوية أو الأغنياء، وبالتالي بدهم يشوف شو عندهم، يعني بدهم يحسس شو عندهم، يحسس شو النقص، يحسس شو الأولوية يحددوها، بعدها ياخذوا الخطوة القادمة. طيب سوف أذهب معك لبعض التفاصيل، ما رأيك هي أنت الأولوية، لكن أذهب إلى سيد محمود ريا. سيد محمود ريا، إذن أمريكا مصرة ومصممة بشكل ليس فقط في التصريحات وليس فقط بشكل يعني استراتيجيات على الورق بأن تمنع أو تعود بالزمن إلى أواخر الثمانينيات بدايات التسعينيات حين تسربت الصين لاقتصاد الأمريكي وأصبحت مصنع أمريكا وربما العالم أيضا، والآن هي العملاق الصيني الاقتصادي. نعم، ما تتفضل به صحيح، الصين أصبحت مصنع العالم وهي تقوم بإنتاج الكثير من الموارد المطلوبة في الصناعات الأساسية في كل دول العالم ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر ليس عيبا وليس خطأ، هذا أمر يؤكد على أن هناك اعتمادية متبادلة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. تعرفين أن الكثير من البضائع الأمريكية تنتج في الصين، والكثير من المواد التي تدخل في البضائع الصينية تنتج في أمريكا، لذلك هذه الاعتمادية وهذه التبادلية مسألة مطلوبة في عصر العولمة الرشيدة. ما تحاول الإدارة الأمريكية، محاولة الإدارة الأمريكية السابقة، ويبدو أن الإدارة الحالية تسير على الخط نفسه، من فصل، إيجاد فصل بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي، ربما يعود بالضرر على الاقتصادين معا وعلى الاقتصاد العالمي بشكل كبير. هذه النزعة الانفصالية ونزعة الأمن التي تسود في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة يجب أن يكون هناك دراسة كبيرة لها، لأنها لا تنظر إلى واقع الاقتصاد العالمي المتدهور أصلا والذي يعاني من الانكماش،
وإنما تنظر إلى بعض الخطوط الوطنية وبعض المسائل السياسية وتسييس للاقتصاد، وليس عمل من أجل تنمية هذا الاقتصاد. طيب بروفيسور ربيع، هل بالفعل مشكلة بالحماية الأمريكية التي يعني بدأت بترامب ويتابعها بايدن، أم هناك خطر حقيقي من الصين على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك مجال آخر لتكامل وعدم فصل الاقتصادان بما لا يحقق الهدم للاقتصاد العالمي كله أو الضرر؟ يعني أنا أعتقد التكامل موجود والاعتماد المتبادل موجود، وما في أي إمكانية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. الشركات يعني الصين لم تتسلل إلى أمريكا، وإنما الشركات الأمريكية هي اللي راحت للصين، راحت لأنها بتدور على رخص الإنتاج، بدها أسعار رخيصة وبدها عامل مش مكلف، وبالتالي نقلت كثير من بضائع من شركاتها ومعاملها، والسيارات نفس الشيء عملت، ونقلوا جزء هون وجزء للمكسيك وأجزاء أخرى لأوروبا الشرقية. هذا نقلة الشركات، لأنه رأس المال سيدتي ليس له لا دين ولا وطن ولا بيت بسكن فيه، ويذهب وراء الربح، أين يجي الربح يذهب إليه، وبالتالي لا يستطيع أنا على لا بايدن ولا قبل ترامب أنه يوقف الشركات الأمريكية من أنها تتعامل مع الشركات الصينية ومع الصين. لكن الموضوع هو موضوع أمني بشكل أساسي، يعني شوف الموقف من هاواي اللي بدأه ترامب، إنه قال خافوا إنه يأخذوا أسرار معنا، طب ما هي جوجل تأخذ كل الأسرار، كل يوم في بصير يعني جماعة بدخل على الخط من روسيا أو من بلد تانية واخذوا كل الأسرار الموجودة، ما عاد إنسان عنده سر حقيقة، لا شركة ولا شخص ولا طفل حتى في أمريكا عنده سر الآن، يعني كل المعلومات بجمعوها وبيبيعوها. وحتى اللي عايش في أمريكا وبيستخدم الكمبيوتر زي أنا مثلا، بيرغموا الواحد إرغام يعطي معلومات، إذا ما أعطى معلومات بعطوهوش معلومات أيضا. يعني أنا الآن أحيانا حابب أقرأ شغلات على الإنترنت، ولك يا أما تسمح لي أخذ معلومات كذا يا أما ما في، ما بتقرأ. صحيح. فبالتالي عملية الضغط جمع المعلومات كلها عملية تجارية بيبيعوها. طيب دكتور، ولكن بروفيسور اقتصاديا، هل الصين تهدد بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تهددها من ناحية بأي درجة؟ تهددها بأن تكون هي سيدة الاقتصاد العالمي بالفعل، أم نحن لابد أننا أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العالمي؟ أنا شخصيا أعتقد، وهذا كتبت عنه منذ فترة، قلت إنه أمريكا اللعبة مع الصين انتهت، وأمريكا مش ممكن تتغلب على الصين. الطريقة الوحيدة هي تشتغل مع الصين، تعمل مع الصين، تتعاون مع الصين، تنسق مع الصين مع حلفائها. أما إنها توقف المد الصيني، مستحيل أمريكا تستطيع أنها تعمل. طيب سيد ريا، بايدن قال يعني إن على الصين أن تكسب ثقة الآخرين إذا أرادت أن تكون زعيمة في هذا العالم، وتحدث عن حقوق الإنسان. طبعا فهم بأنه هناك يعني رسالتين متزامنتين إذا بدك، هي عرض للتعاون ولكن بشروط، شروط لها علاقة بالسلوك السياسي. كيف فهمت الصين هذا؟ هل أنت أيضاً هل تعتقد بشكل شخصي أنه يمكن اليوم أن نشهد بعض التغير في السلوك الصيني السياسي أو الدولي حتى يتم هذا التكامل الاقتصادي أو التجاري؟ سيد ريا، الصين تتجه دائما الى المزيد مما تسميه الاصلاح الفتح. لا، صوت غير واضح. سيد ربيع، ما بعرف اذا بتقدر تجاوبني على هذا السؤال حول السلوك السياسي ورساله بايدن اللي بداها عن الصين. للاسف الصوت من السيد ريا غير مفهوم. يعني ممكن إنه الصين تغير في بعض سلوكياتها أو مواقفها من أقلية معينة اللي هم المسلمين عندهم بشكل أساسي، لكن الصين قطعت شوط بعيد جدا في الرقابة على كل شيء في داخل الصين. يعني لنأخذ لما جاءت كورونا، الوحيد اللي قدرت تعمل اللي بيسموها تريسين، إنه تعرف كل واحد اجتمع مع مين، كانت هي الصين. يعني في لحظات كانت عارفة كل واحد مين ما اجتمع وين ممكن يكون في عدوى للكورونا. أمريكا ما عندها هذا السيستم إطلاقا، والسبب هو أنا أقول لك إنه في حرية وإحنا مش عايزين نراقب الناس، مع إنه بيجمعوا كل المعلومات عن الناس،
وكان الفشل فيه حقيقة، الفشل في السيستم في النظام الأمريكي. لكن يجوز أن الصين تغير، تعدي شغلات بسيطة، أما أنها تتبع النظام الأمريكي المفتوح ما راح تتبعه. بعدين أمريكا أقول أنه عندها نظام مفتوح بس ما في عندها حرية حقيقة. أيوة بروفيسور ربيع، هل نحن أمام زعامة العالم، زعامة صينية للعالم؟ لا أنا بعتقدش، أنا بعتقد الحقيقة، وهذا لسه دراسة نشرتها على ريسيرش جيت، اللي بعرف مين هي ريسيرش جيت، اللي هي عندهم 17 مليون واحد باحث وبروفيسور عليهم. نشرت رسالة بقول مستقبل نظام العالم، وأنا بعتقد 9 قوى ستحكم هذا العالم، وصير بينها توازن من خلال يعني بين الآن وسنة 30، هذا راح يظهر بشكل واضح. ستكون قطبين أساسيين اللي هو الصين وأمريكا، وبعديها في دول أخرى اللي الاتحاد الأوروبي، يعني مش راح أعددها كلها، لكن وفي راح يكون هام جدا، هام جدا بدي أركز عليه، لمنظمات المجتمع المدني العالمية التي تعمل في كافة المجالات. طيب شكرا، شكرا لك بروفيسور محمد ربيع الأكاديمي وخبير في الاقتصاد الدولي، حدثنا من واشنطن. شكرا بروفيسور، دائما مشاركاتك قيمة وأفكارك نيرة. من بيروت محمد ريا البحث مختص في الشأن الصيني، مدير صحيفات الصين بعيون عربية. أسفة اضطرينا نفقدك بكير بسبب الإنترنت من المصدر من بيروت.